السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرض الجدري هو مرض فتاك لدرجة أنه إذا تأكد ظهوره مرض الجدري فمن المهم جدا عدم الاقتراب من الأشخاص المصابين بالفيروس. إذا مكث شخص ما بالقرب من شخص مصاب بمرض الجدري فتوجب عليه التوجه للحصول على اللقاح ضد مرض الجدري. وإذا بدأت أعراض مرض الجدري بالظهور يجب التوجه لتلقي العلاج الطبي على الفور. أعراض مرض الجدري: تبدأ الأعراض بالظهور بشكل عام بعد 12 يوما من الإصابات بالفيروس. ومن أبرز أعراض مرض الجدري ما يأتي: الشعور العام بمرض الجدري، التعب والهزال، ارتفاع حاد جدا في درجة حرارة الجسم، طفح شديد على الجلد، أوجاع في الظهر والرأس. أسباب وعوامل خطر مرض الجدري: مرض الجدري هو مرض معد جدا، حيث ينتقل المرض من شخص إلى آخر عن طريق السعال، العطس أو التنفس، كما عن طريق ملامسة الجلبات أو إفرازات الجروح. وأكثر من هذا، قد ينتقل مرض الجدري أيضا عن طريق ملامسة الأغراض الشخصية أو أغطية السرير التابعة للشخص مصاب بمرض الجدري. مضاعفات مرض الجدري: يعاني معظم المرضى الذين نجوا من الجدري من دبات واسعة في الجلد قد تشمل المضاعفات الأخرى، مشاكل العين بما في ذلك تقرح القرنية والعمى، الالتهاب الرئوي القصبي، التهاب المفاصل، التهاب العظم والنقي. تشخيص مرض الجدري: إذا شك الطبيب بوجود مرض الجدري فإنه يوجه المريض إلى إجراء فحص للدم لتحقيق من تشخيص الحالة. وفي حال تأكيد الكشف عن فيروس الجدري يتم توجيه تحذير دولي عام. الوقاية من مرض الجدري: الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس مرض الجدري يطورون مناعة له ولا يمكن أن يصابوا به مرة أخرى، كما يتوفر اللقاح ضد فيروس الجدري. يحتوي اللقاح على فيروس جدري البقر الذي تشبه تركيبة فيروس مرض الجدري، لكنه أكثر أمانا منه. علاج مرض الجدري: لا يوجد حتى اليوم دواء لمعالجة مرض الجدري. معالجة مرض الجدري تشمل شرب السوائل بكمية كافية وتناول الأدوية لموازنة درجة حرارة الجسم وتسكين الأوجاع. للحد من انتشار العدوى يتوجب على الشخص الذي أصيب بمرض الجدري أن يتجنب ملامسة الآخرين أو الاقتراب منهم حتى تنتهي فترة العدوى.